عم تفتشوا على شقة سكنية بمنطقة كتير مرتبة وشارع كتير رايق، ما إلكن غير أدما 297. أدما 297 مشروع بناية مؤلف من 7 شقق سكنية للبيع، كل طابق شقتين، في شقق مع تراس وآخر طابق شقة واحدة. الشقق بمشروع أدما 297 بمراحلهم الأخيرة، مساحاتهم من جوا 217 متر مربع، مؤلفين من ريسبشن أرياز، مطبخ مع الميد روم وثلاث غرف نوم، واحدة منهم ماستر. كل شقة من جوا بتتميز ببلاط رخام، هيتر على الميزوت، ديكور جفصين، ومطبخ بيتسلم حسب طلب الزبون. آخر طابق بيتميز بشقة وحدة مساحتها 250 متر مربع، تابع لها تراسات داير من دار بمساحة 190 متر مربع، واللي بيميزهم أكتر وأكتر إنه وصلهم كهرباء، مي وإنستليشن للهيت. شقة ببناية أدما 297 بمراحلها الأخيرة وجاهزة للتسليم. في شقة أفيلابل مع تراس بمساحة 100 متر مربع، underground parking لكل شقة من بوابة على الريموت كنترول، وستورج روم 217 متر مربع بأدما مع فيو كتير مميز صوب البحر وصوب الجبل. starting price 2450 دولار بالمتر. Les Jardins de Biada بروجي جديد فخم كتير under construction بمنطقة البيادة، مؤلف من 2 بلوك. بلوك A مساحات الشقق فيه 455 متر مربع كل طابق شقة، والبلوك B مساحات الشقق فيه 405 متر مربع وكل طابق شقة. شو مواصفات هيدا البروجي؟ منشوفهم سوا. بروجي لي جاردان بيقع على خط البيادة الرئيسي وبيتميز بوجود 1000 متر مربع حدائق خضراء بتوصل لاثنين بلوك مع بعضهم، بالإضافة للبلكونات على كل طابق يلي بيعطيه حياة طبيعية للفساد. كل شقة إلى اثنين ريسبشن أرياز، وحدة داينينج، وحدة ليفينج روم، وأربع غرف نوم، اثنين منهم ماستر. كل شقة إلى ستورج روم مساحته 20 متر مربع، وأربعة أندرغراوند باركينج. لجاردان دو بيادا ستارتينج برايس 3000 دولار بالمتر، والتسليم آخر سنة 2014. شقق سكنية للبيع بمنطقة الويزي بعبدة بقلب بناية فخمة مؤلفة من 5 طوابق، كل طابق شقتين، شقة 190 متر مربع مؤلفة من 3 غرف نوم، وتاني شقة 200 متر مربع مؤلفة من 3 غرف نوم مع تي في روم بالنص. مواصفات كل شقة بتتضمن بلاط رخام بالأرض، ديكور جافسين، تجهيزات لأير كونديشن، وهيتر على الميزون. الشقق ببناية الويزي بمرحلة التسليم، كل شقة تابع لها 2 باركينج واندرغراوند ستورج روم. تتميز كل شقة بفيو صوب الجبل وصوب البحر ما بيتسكر عليها. بالويزي 190 متر مربع أو 200 متر مربع بثلاث غرف نوم، حالياً ستارتينج برايس 2400 دولار بالمتر.